بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على شعب مصر والأمة الإسلامية. وخلال البرقية دعا رئيس مجلس النواب لأخذ العبرة والمثل من هذه المناسبة الطيبة، مجددا التأكيد أن الجميع مسؤولون عن تحقيق تقدم هذا الوطن وازدهاره، ليجد كل مواطن فيه حياة كريمة له ولأولاده.